في شيء انتهى، لأنه شكلنا راح نبلش من جديد. طول بالك، لساتنا بأول الطريق يا شيخ. يا شيوخنا، ممكن تساعدونا؟ بصراحة عم فكر وفكر، بس ماني قدرانة أخذ قرار نهائي. عم أحكي عن الصدر الأعظم. علقوا للباشا بهاي الزاوية ولا بهاي الزاوية؟ شو يا شيخنا؟ لو في شي حدا يوصل هالشي للسلطان أحمد خان، قديش رح تكون حلوة؟ ولا أحلى من هيك. يلا، عن إذنكم يا جماعة. صدر الأعظم، خود خليل وروحه، أدبوا هالمتمردين لحتى يعرفوا أن الله حق. أمرك يا مولانا. مولانا، في أخبار من الساحة. هات لشوف. خدمك الإنكشاريين انضموا للمتمردين. معلم خليل، أنا وكل الرجال يلي معي هون منبايعك على الموت. من هاللحظة وطالع نحن وأنت إيد وحدة إن شاء الله، وقضيتك هي قضيتنا يا أغا. أنت القائد ونحن الأتباع. يا صدر الأعظم، هلأ عربت نهايتك عن جد. بدنا راس الصدر الأعظم. يا غواك، من بعد اليوم سلطة الصدر الأعظم إبراهيم باشا انتهت وخلصت صلاحيتها، وراسه وراس محمد باشا وراس قيمخ مصطفى باشا صار حلال قطعن. شيخنا الجليل، أمريني يا مولاتي. رح تقابل مولانا السلطان؟ إذا وافق جلالته. وحضرتك بتعرف الوضع كيف صاير هلأ؟ أنت بتعرف شو اللي بدهن إياه منه؟ هو بصراحة أنا سمعت طراطيش حاكي من هون وهون، بس بترجاك تحكي. شو رو علي؟ شو أنسب شي نسوي هلأ؟ الأنسب إنه ما نتراجع، خلينا نهجم عليهم قد ما كان عددهم. مولاي، مصارع خليل عم يحكي مزبوط، إذا تأخرنا عليهم رح يكتروا أكتر من هيك. مولانا، وصل الشيخ زادة وهو على الباب. وينه لهلأ؟ خليه يفوت. بترجاك تخبرني. مولانا السلطان ناطرك يا شيخ. على إذنك يا بيه. خبرني يا شيخنا، شو بدهم منا هدول الزعران؟ بصراحة هني طالبين ثلاث شغلات من معالي حضرتكم يا مولاي. شو فيها فاطمة؟ الشيخ زادة جاي يخبر مولانا السلطان بمطالب المتمردين. مثل ما فهمت، المتمردين طالبين منكم روس ثلاث شخصيات يا مولاي. ومين هدول؟ الصدر الأعظم إبراهيم باشا، وقائد الحرس محمد باشا. والثالث مين بيكون؟ قيمق مصطفى باشا. كيف؟ قيمق مصطفى باشا؟ وليش طالبيني لألي يعني؟ حضرتكم روحوا اسألوا المتمردين هذا السؤال، لا تسألني إلي يا باشا. وإذا ما سلمتم شو رح بيصير؟ فهمني. أنا كمان سألتهم نفس السؤال يا مولانا، قلت لهم طيب إذا معالي السلطان ما وافق على طلباتكم هي شو الحل؟ ذكروني بحادثة الشاب عثمان.
قالوا لي يا إما بيسلم الباشا واد أو بيسلم حالي جزاته. معناها يا إما صدر الأعظم يا إما أنا. مولانا صدقني هنن ما بدهن إياك أنت نهائياً، بس هدول المتمردين عم يحاولوا إنه يبتزوا حاكم قوي ومحبوب مثلك، هيك القصة. يعني ما في حل غير هاد يا شيخنا؟ مولانا السلطان ما بعرف إذا كنت عم أتجاوز حدودي إذا بقدم نصيحة لجلالتك، بس يعني من بعد أمرك هدول اللي عاملين العصيان بساحة القصابين حاطين الشر بين عيونهم، وبصراحة الجماعة ما لهم مصلين على النبي بنوب، ونحن كلنا بخدمة جنابكن، وأرواحنا وأموالنا ما إلها أهمية أبداً إذا ما قارناها ببقاء دولتنا العظيمة. شوفي ما أوقحه، زلمة ما بيستحي عم يطالب السلطان وعلناً إنه يسلم الصدر الأعظم لهدول المتمردين. لوين يا فاطمة؟ بدي وقفوا عند حدوده لهالواطي. أبوكي هلأ معصب كتير، ديري بالك تفوتي لعنده بدون إذنيني من شان الله. اسمعيني، أي روح أغلى بالنسبة إليك، روح أبوكي السلطان ولا روح جوزك إبراهيم باشا؟ غلاوتهم مثل بعض عندي، لأنه اتنيناتهم بهموني، واحد أبي سلطان العالم والتاني جوزي سلطان قلبي. لو كنتي محلي أي واحد بتختاري عندي؟ وانت شو رأيك يا إبراهيم باشا؟ روحي وعمري فدا شعر من راسك يا مولانا السلطان، وحياتي ما إلها أي قيمة وهي فدا مولانا السلطان والسلطنة. بشكر ربي دائما إنه بعت لي وزير مخلص مثل إبراهيم باشا في كل مواصفات الشهامة والرجولة. بدك يعني زدته لهدول الوحوش؟ مولانا من بعد إذنكم، أنتوا بتعرفوا كتير منيح إنه بطن الوحش ما بيشبع أبداً، وإذا طعمتوه مرة رح يطلب الأكتر وما رح يكتفي بوجبة واحدة أبداً، وفوق هاد كمان رح يثبتوا إنه قدروا يخوفوك وبعدها ما رح توقف طلباتهم أبداً. شو أنت بتفهم بالسياسة أكتر من جناب الصدر العظم ولا شو؟ هو بيعرف حجم المشكلة أكتر منك، ونحن ما عم نقول إنه يتنازل أو يضعف لا سمح الله، بس هو رح يضحي مشان مصلحة الدولة العلية. يا شيخ لا تفكر اني ما بعرف شو المكيد اللي عم بتدبرها للسلطان. استغفر الله العظيم من هالحكي اللي عم تحكيه بحضور جناب السلطان والصدر العظم، الشغلة بدها شوية أدب يا ابني. مولانا أنا بعرف هالزلمة هاد بميت وش ولسان، لا تصدق كلامه، أنت بس أمرني وأنا مستعد عبيلك ساحة القصابين بروس هدول المخربين الكلاب. شو بدك تعبي ساحة القصابين بروس آلاف الناس المسلمين المعتصمين فيها؟ والجيش الانكشاري كمان هنيك، راس مين بدك تقطع؟ خلينا نقول انك قطعتهن. عمرك سمعت انه ملك رفع سيفه على شعبه وقصلن رؤوسهن لانهم طالبوا بزلمي؟ الشيخ عم يحكي مزبوط يا خليل، هالمشكله بتختلف عن غيرها، لا بتنحل بالسيف ولا بالدم. مولانا لا تواخذني اذا تجاوزت حدودي، بس لازم نلاقي شي طريقه للتفاهم معهن، وإلا هدول المتمردين بعدين ما راح يشبعوا قتل ودم، ما راح تكفيهم لا روس ولا الخزينة، وإذا طولنا عليهم بالرد راح يتطاولوا أكثر. مستحيل، لا يمكن سلمهم صدر الأعظم. بس كمان ما راح أسحب سيفي على أهالي. نحن بأمرك يا مولانا. طيب شو فينا نعمل يا بشوات؟ احكوا، لا تضلوا ساكتين هيك، احكوا لكم شي كلمة. بما انه كنا بالديوان فاللي عنده رأي خليه يتفضل ويحكي. مولاي انت منيح؟ طلبوا كبير الحكمة بسرعة. يجي بسرعة،
يا الله مولانا السلطان تعب كثير. بابا طولي بالك، وين رايحه هلا؟ عمتي بترجاكي تتركيني. يا ربي شو هالمصيبه، دخيلك تساعدنا. فاطمه انا منيح مولانا، لازم ترتاح. روح قولوا لهدول المتمردين ما رح اعطيهم الصدر الاعظم ولا راس اي باشا من باشوات القصر. اذا عندهم مطالب تانية خليني يقولوها، وانا عم بنتظر كلامه شو بدهم يقولوا. وانا هيك رح قلهم يا مولانا. ايه مثل ما قلت لك وبالحرف. امرك. ما رح سلم حدا منهم. امرك. مولانا انت هون يا موجة عمري. مولانا انت منيح؟ حاسس بمغص خفيف بمعدتي. لازم تريح حالك مولانا. مولانا ما رح تعطيهم ابراهيم باشا مو هيك؟ لا تقلق يا حبيبة قلبي، ما رح اعطيهم حدا لهدول الحثالة. مولانا لا تتعب حالك، ان شاء الله رح نتجوز المحنة، بكفينا جلالتك موجود بيناتنا وفوق روسنا. اسمعني يا شيخ زادة، روح هلا وقول لهدول الناس المعتصمين نحن ما منوطي راسنا ابدا غير لرب العالمين. انت بتعرف انه ما على الرسول الا البلاغ يا جناب الصدر الاعظم، بس شرارة التمرد طلعت وانا كنت عم احاول طفيها قبل ما تحرق هالبلد، بس على ما يبدو جناب السلطان ما شال اي اعتبار لكلامي. انا طول عمره مولانا السلطان بيمدح فيك وبيقدرك، وبالنسبة لإلي كنت مثله، وبحياتي ما قصرت عليك بشي أبدا. فيك تقلي يا شيخ ليش تكالبت علينا كل هالقد؟ حماية حياة مولانا السلطان صارت تكالب بالنسبة إلك؟ لا تأخذني بهالكلمة، بس على ما يبدو المناصب بتزغر عقول الناس أحيانا. عن جد ما حبيتها منك. هي بكرة بده يطلع مين يطالب براسك كمان يا شيخنا الجليل، أكد من هذا الشيء. أستغفر الله من هالحكي هاد. الله يهديكم ويرشدكم للحق. يا شيخ زادة ممكن شوي؟ شو هالوقاحة هاي؟ معلم خليل شو بده من حياتي أنا؟ يا الله شو مسكين وعلى نياتك يا باشا، ما حدا طالب بحياتك ولا مقربين صوبك. لكن لشو ذكرت اسمي قدام جناب السلطان؟ لأن لو ما ذكرت اسمك كان راح يشكوا فينا. محمد باشا صهره للصدر الأعظم وأنت كمان صهره للصدر الأعظم، مو هيك؟ ويلي بيطالب براسه ليش حتى ما يطالب براسك أنت كمان؟ هلأ فهمت عليك. ما شاء الله عليك كتير سريع البديهة. يعني ما حدا رح يقرب مني؟ لا تخاف على حالك، ما حدا مقرب عليك، المهم انك تضلك قاعد هون وتخبرنا شو عم يصير مشاورات بالقصر لحظة بلحظة، عم تفهم؟ ولا يهمك، رح بلغهم بكل شي جديد فورا. وين البطل خليل؟ هون يا مولاي. دلبر خلي خليل يجي. هي وصل الحكي. أنا تحت أمرك مولانا. خليل قول للصدر الأعظم خلي يساوي اللي بيلاقي مناسب،
المهم يلاقي حل لهالمصيبة هي. وانت كمان اصحك تتركه لحاله. حاضر يا مولانا، امرك. خليل شوفي، الوضع كتير سيء. الواطي مرة تانية معلم خليل. اوعك تجيبي سيرته على لسانك. بتكون فريدة معه. خليل بترجاك تخلصنا منهم لنرتاح من شرهم بقى. انت الوحيد اللي بيقدر عليهم ويخلص دولتنا العليا منهم. ان شاء الله. دير بالك على حالك. وانت كمان يا دلبر. لا تخاف علي. بلبان؟ الوضع سيء كتير. الانكشاريين انضموا للمعلم خليل وعددهم أكبر من عدد عناصر حماية القصر. كله من وراء الواطي الخاين شيخ زادة. ضل يماطل بالجي على القصر لحتى كتروا. كان لازم نهجم عليهم من الأول ونخلص. يلي فات مات. المهم اللي هلأ شو بدنا نعمل مع هالكلاب؟ آخ يا بلبان آخ، ظاهر أنه ما رح يضل غير أنا وإنت. يلا خلينا نروح ندور على جناب الصدر العظم. وينه لهلأ الشيخ زادة؟ شوي وبيجي، اصبري. ها؟ ليكو إجا. طمنا، شو الأخبار؟ الأخبار سيئة. السلطان أحمد خان ما رضي يسلمنا الصدر الأعظم. ليش ما قلت له إنه المعلم خليل بده ثلاثة؟ ما قلت له إنه الانكشاريين والأهالي واقفين بصفه؟ قلت له بس ما كان يرضى. شو بسوي له يعني؟ والصدر الأعظم كمان حاول يجمع رجاله ويهجم على الساحة، بس أنا أقنعته للسلطان إنه يمنعهم. وهلأ شو بده يصير؟ ما بده سؤال. نحن ما رح نتراجع ابدا. لساتنا باول الطريق لهي، خلينا نسحب والا السلطان رح يعلقنا كلنا بالساحه هي. هالشغله هي كبرت كتير، خلينا نرجع على معسكرنا. يا غوات لا تجبنوا، مفكرين الصدر الاعظم رح يترككم تعيشوا بعد كل شيء سويتوه؟ بنروح وبنطلب منه العفو. هلا ما عاد يمشي الحال، يا اما بنخلص عليهم يا اما بيخلصوا علينا، ما في غير هالحل. واياكم حدا منكم يفكر يترك هالساحه، عليم الله رح خلص عليه قبل ما الصدر الاعظم يخلص عليه. يا رجال اصبروا، عاجلاً أم آجلاً السلطان رح يردخلنا ويسلمنا صدر الأعظم. وقت الأبطال الانكشاريين رح يطلعوا حملة ورا حملة، ورح يجمعوا من هالحملات غنيمة ورا غنيمة، وما رح تضلوا قاعدين هم بالساحة مثل النسوان. اتحملوا يا أغوات، الله واقف معنا. خليل، بلبان رح تتكلفوا بمهمة خطيرة بدها حذر. نحن تحت أمرك مولانا وجاهزين لأي مهمة بتطلبها منا جلابكن. بتكون تدخلوا بين هالمتمردين وتجيبوا زعماء الانكشاريين لعندي لهون. مين بدك منهم يا باشا؟ لأنه ما فينا نجيبهم كلهم. بدياكم بالأول جيبولي قادة الوحدتين الأولى والسابعة، اثنيناتهم بيحترموني ورح يرضوا يجوا. بس يا جناب الصدر الأعظم، أنت بتعمل شيء خطير كتير. إذا بتعرفوا على خليل وبلبان رح يقتلون ويقطعون قطع ويرمون للكلاب. ويرمونا للكلاب أحسن من قعدتنا هون مثل العصافير ومقدرين نعمل شيء. كتير صح، خليل كلامه مزبوط. وقت الجد رح نقتلون. لو منخاف من الموت ما كنا عايشين والسيف معنا. روحوا متنكرين، انتبهوا حياتكم بتهمني كتير. الأمان بالله جناب الصدر الأعظم. كل فكرك سلطان أحمد خان رح يرد علينا ونحن عم نستنى هون؟ رح يوافق لأنه مجبور. أنت عم توهم يا معلم خليل. إذا بيجيب حرسه وبيجي لهون
راح نروح فيها كلنا. فكرت بهي ولا لا؟ وشو راح ينفعوا الحراس؟ حتى لو كانوا مثل النار قدام هالسوار ما راح ينفعوا بشي. لا تنسى انه خصمنا هي الدولة العلية ومالهم شوية تجار. يا اما بتلاقينا خطة مضمونة او منموت كلنا. اسمعوني، رح نحاصر القصر، والاصح انه نحاصرهم من جوا. وهي كيف بدنا نعملها؟ رح نقطع عنهم المي ورح نقتحم مطبخ القصر. بهالحالة ما رح يلاقوا مي يشربوها ولا لقمة تاكل ياكلوها. صح، هذا اللي لازم نساويه. يا شباب تعالوا معنا، خلي السلطان احمد خان يشوف شو يعني انك جوعان وعطشان، يمكن وقتها بيفهم وضعكم اكثر. انت خليك هون يا صقر ودير بالك منيح. امرك معلم. خطوط المي من وين بتمر؟ انا بعرف منيح وين بتمر. طيب وشو يعني مشان السقه والحراس؟ ولا يهمك شيخي، نحن رح نتصرف. شوفوا هالشوفة، شيخ السلطان المدلل هو كمان عم يتفتل بالشوارع بين الناس. أمثالك هني اللي غايتهم بالحياة يصيروا مدللين عند السلاطين مشان يلبسوا العبايات المطرزة بالذهب ويستنوا الناس لحتى يرتموا عندهم. أما نحن دراويش على باب الله، وين ما بيكون في محتاجين بنكون نحن. معناها هذا كرم من عند رب العالمين علي يا شيخ أليف، لأنه أعطاني هالجاذبية اللي بتخلي الناس تجي لعندي، ولا شو رأيك؟ طالما عندك الجاذبية وربك مفضل عليك فيها، خلي أهل الدين والإيمان يجوا لعندك. ليش تترافق شوية الزعران ما بيخافوا من الله وتتمرد على ولي نعمتك؟ تركك من هالمنافق يا شيخنا، واضح إنه هو من سلالة الكفار وعدو الله ونبيه محمد. اسمعيني منيح يا ست، أولاً اتعلمي ما تذكري سيدنا المصطفى من دون الصلوات عليه، احتراماً إله لمكانته. نحن دربنا هو درب سيدنا محمد عليه السلام. المسلم عن جد ما بيحارب المسلمين. شو عم تخبصي انتي؟ مين حارب المسلمين؟ وعن أي حرب عم تحكي؟ إذا قصدك عن حرب الفرس، فنحن عم نحارب لحماية نفسنا وتأمين دولتنا ومصالح الناس فيها، مو لحتى نقتل المسلمين ونذبحهم. مو صحيح هالكلام يا شيخي، وانت بتعرف. أنا عم أحكي الحقيقة يا بنتي، بعدين كلامي هذا مو تلفيق، في وقائع ووثائق كثيرة والعالم كله بيعرف هالشي. السلطان حاول أكثر من مرة يحقن الدم وينهي هاي الحرب الطويلة، بس للأسف ما قدر لأنه شاه. لأنه خاف من الغدر. ما سبق ونقضنا عهدنا مع حدا لحتى ننقض عهدنا مع الفرس هلا. كمان مو صحيح، لأنه الظالم بيساويها. يا بنتي ما بصير هالحكي بهالطريقة. مرة بتحكي عن المسلمين وحرمة دمهم، ومرة بتحكي كلام ما بيودي غير للفتنة والقتل والخراب. طيب إذا كان دم المسلمين بهمكن، ليش حتى تعملوا هالعصيان المسلح واللي ممكن يروح فيه أبرياء كثير ومن المسلمين كمان؟ لما الظالم بيتجاوز حدوده الثورة بتصير واجب. الواجب والفرض واضحين تماماً بدين الإسلام، والسلطان إذا كان عنده أخطاء مو معناتها أنه تجاوز حدود الله أو خالف دينه لا سمح الله. وبعدين أنت خايفة على الفارسيين وما لي خايفة على العثمانيين، ولا هدول غير هدول؟ لا مو غيره. غير هيك ما حدا عاقل بالدنيا بيحب الحرب والدم وقتل الناس، والواجب الشرعي بيقول إنه لازم نحنا نوجه النصيحة لولي الأمر إذا غلط، سواء كان الغلط بسياسته الخارجية وحرب الفرس أو بسياسته الداخلية. وإذا ما جاوب في أساليب كتير غير العصيان لحتى نقوم فيها، وبنطبق اللي نحنا منلاقيه هو الصح. حاولنا بس هو مصر على الباطل. عمره الباطل ما انتصر على الحق يا بنتي، ولو كانت قضيتكم قضية حق وعدالة ما كانت الناس مشت معكم بالقوة تحت الخوف والتهديد وعطلت أرزاقها وشغلة. وبعدين صاحب الحق ما بيكره ولا بيسب، هي مو من أخلاق الإسلام. أنت لسانك طويل كتير معلم خليل، ليش لساتك صابر عليه؟ اقطع له رأسه. الوضع سيء كتير. بلبان شو عم تساوي هون؟ انت اللي شو عم تساوي هون؟ لا تسألني كيف، ورطنا. جناب الصدر الأعظم حابب يحكي معك.
ومع قائد الوحدة السابعة ورح يلبي لكم مطالبكم. طول بالك يا آغا، واحد مخرف ما بيرد عليه هاد. بل فيها ولا قدرنا نخلي الناس تلتف حوالينا. خليه يخلص علي. كبري عقلك يا فريدة ولا تجني مو وقتك. عم ندعي قضيتنا قضية أمة محمد، إذا قتلنا الشيخ وقتها مين رح يصدقنا؟ كلامك مزبوط يا شيخي. يلا يا شيخ، هالمرة هي سامحناك، روح امشي بطريقك. يلا. الله هو اللي بيسامح الجميع، مو شلة منافقين مثلكم. انتو بعصيانكم المسلح هاد بتكونوا عم تتمردوا على ولي الأمر يا شيخ زادة، وهي معصية. انت عالم دين وبتعرف أكتر مني حكم المعاصي، وخاصة قطع الطرقات وأذية الشعب برزقهم ولقمة خبزهم. وما في داعي لحتى ذكرك إنه نهاية المعاصي هي نار جهنم. الله يجيرنا. هذا بدل ما يشكرنا لأنه تركناه يروح قاعد عم يتفلسف علينا بالدين. تركونا من هالحكي الفاضي تبعه وخلونا نروح نشوف شغلنا. يلا. ما خلصت شغلي معك، والله لا خليك عبره لكل مين اعتبر. ولك خلصينا من هالقصة وخلينا نروح نشوف شغلنا. يلا. شو بده مني الصدر العظم؟ حابب يحكي معك. أنا بعرف إنه هو طلبني مشان يعلق مشنقتي. اسمع، نحن ما بنعرف الغدر والخيانة. مثل ما بيحبك الصدر العظم، أنت لازم تحبه كمان. هذا صحيح، بس الأمور تغيرت هلأ. هذا وعد شرف وعهد قدام الله إنه ما رح تتأذى ولا حتى شعرة من رأسك، وما رح يصير لك شيء. وعدنا وعد حر. لأنه في شيء عم بيصير. بس بلا ما يشوفنا حدا منروح على السكت. يا أغوات استنوا، الكلب صقر انتبه علينا. لا تردوا عليه، امشوا. يا أغوات امشوا. بتعرف وينه الشيخ زادة؟ مو وقتك هلأ. لوين راح؟ بدي اياه دروح شوي وبيجي. بعد عن طريقي. كلاب، ما عاد في حدا عم يلحقنا. معناتها صدر الأعظم ناطرنا. إن شاء الله بيكون السم الهاري على قلبه. معلم خليل جاهز؟ اي جاهز. تمام، تحركوا. يا امين المستودع، رح صادر هالارزاق باسم امة محمد، لهيك ما بدي مقاومة. ما رح اسمح لك، هي كلها ارزاق السلطان. مين انت؟ بينادولي المعلم خليل. من بعد اليوم أنا السلطان. ساعدونا، المتمردين هجموا على القصر. يا ربي دخيلك، ما فيني اتحمل منظر الدم بنوب. هات لشوف هاي الأرزاق لمين؟ لمولانا أحمد خان. رح أسألك مرة تانية، هاي الأرزاق لمين؟ للمعلم خليل. نحن
احنا لالنا طمعانين لا باكل ولا بشرب، هدول صاروا للشعب، فهمت علي؟ فهمت؟ ايه فهمت. يلا وزعوها على الفقراء والايتام والمساكين، من هلا ورايح. الشعب هو اللي صار السلطان واملاك الصدر الاعظم، والسلطان احمد خان هي ملك لامه محمد. جناب الصدر الاعظم، سامحنا واغفر لنا، هاد من جهلنا. اهدوا يا اغوات، اهدوا، لسه معكم وقت لتتلافوا هذا الغلط الكبير بحق الدولة. راح أعرض عليكم شغلة، خدوا جنودكم وارجعوا على المعسكر فورا، وراح زيد رواتب كل الجنود والقادة 5 فضيات، وراح أعطيكم 50 قرش مكافأة. جناب الصدر الأعظم، كلامك كتير مشجع، بس إذا بدك تقول إنه نقلال راح ساوي الإكرامية 100 قرش. رجعوا على معسكركم وانهولي هالموضوع، ماشي؟ هذا من كرم جناب الصدر الأعظم، بس إذا عرضنا هالشي على الانكشاريين رح يقولوا إنه الجيش الانكشاري صار للبيع، وقتها ما رح نقدر نضبطهم. يا أغا، هلأ الانكشاريين صاروا ما بيحبوا المال والأملاك، وهلأ هنن منتشرين على كل الأراضي اللي فتح الفاتح، وكل همهم شو بيقدروا يحصلوا منها أموال وأملاك ليعبوا جيوبهم، حياتهم كلها نهب. خليل أغا، الزمن تغير، جيب لي قائد مثل محمد الفاتح وأنا رح أجيب لك آلاف الجنود الشرفاء والمخلصين. تفو على خلقتكم يا خواني، الجندي الانكشاري هو دائما خادم للسلطان، وإذا مو قدرانين تكونوا مخلصين على القليلة كونوا رجال، ولا تطعنوا بدولتنا العليا. انكشاريين تغلغل فيهم الفساد من زمان، وهلأ ضعاف الأنفس بيناتهم أكثر من الشرفاء. مو الانكشاريين يلي تغلغل فيهم الفساد، انتوا أمثالكم الفاسدين. نحن مو فاسدين. إذا مالكم فاسدين شو عم تساووا بين هدول الكلاب اللي بالساحة؟ خليل أغا، وزين كلامك منيح، الكلام اللي عم تحكيه كتير كبير، تستاهلوا أكتر. وهلأ روح قول لسلطانك من اليوم وطالع ما رح يلاقي لقمة ياكلها أو حتى قطرة مي يشربها، لأنه رح نقطع عنه المي. ليش عم تساووا هذا الشي؟ شو بدكن؟ بدنا الصدر الأعظم هو وكل البشوات وأسهرته، بدنا ياهن عايشين، وإلا ما في خبز ولا مي. بتروح وبتحكي هالحكي لسلطانك، بلكي بيرجع له عقله. تحرك. خلونا نقطع المي لنشوف شو بده يساوي السلطان هالمرة. تفرجوا على الوضع اللي حطيته فيه الدولة، الصدر الأعظم بشخصه الكريم عم يتنازل لكم. العفو من جنابكن، عم يحاول يتفق معكن بس لحتى ما يصير اسمكن مرتدين. هلأ هيك صار الإخلاص للخليفة؟ هيك صارت خدمة أمة محمد عليه السلام؟ معك حق يا خليل أغا. معناتها خدوا جنودكن ورجعوا على المعسكر، ماشي؟ جناب الصدر الأعظم، المعلم خليل ورجال معه صادروا أرزاق القصر. شو عم تحكي؟ قتلوا الحراس وأمين المستودع وأخذوا الأرزاق والمونة، وقالوا كمان إذا السلطان ما سلمنا الصدر الأعظم وأصهرته عايشين لا رح يلاقي خبز يأكل ولا مي يشرب، وقال بدهم يقطعوا مية القصر كمان. جناب الصدر الأعظم، المرتدين حاصروا حتى القصر، بعد كل هاد حتى لو بدنا نوقفهم ما رح نقدر نوقف حدا. بوعدكن إني رح أقطع روسكن كلياتكن يا خواني. نلعو نلعو نلعو. جناب الصدر الأعظم، ولا يهمك، رح نلاقي طريقة للحل إن شاء الله. حل شو اللي بدنا نلاقيه محمد باشا؟ راية المتمردين ارتفعت وصارت بالعلالي، المتمردين صار عندهم الجرأة يهاجموا حتى القصر. شو ضل عنا لسه؟ بعد إذنك خلينا نروح أنا وخليل لنكشف على خطوط المي، ممكن نحاصرهم هنيك. ماشي روحوا.
بشو عم تفكر؟ على ما يبدو السلطانة فاطمة رح تترمح. بترجاك لا تفقد الأمل يا جناب الصدر الأعظم. رايح بلغ السلطان باللي صار. شكرا، نحن بننادي لك بس نحتاجك. العفو يا سلطانة. رح نخلص من هالأيام السودة مو هيك؟ إن شاء الله يا بنتي رح نخلص. لا تخافي، أبوكي مستحيل يعمل أي شيء بزعل بنته وحبيبته. مولاي، مبين إنه في أخبار مو منيحة. صعلتنا هو المؤونة والخبز كمان، وحتى كامل أرزاق القصر. أنت شو عم تقول يا باشا؟ مو بس هيك يا مولاي، قالوا إنهم رح يقطعوا المي كمان. شو هالمصايب اللي عم تصير يا ربي؟ هدول رح يفوتوا على القصر عن قريب. إبراهيم ليش ما عم تساوي شي؟ ما في شي طالع بإيدينا. مولانا ما أعطانا أوامر بشي وما خلانا نخلص على هالخونة. مولاي خلي إبراهيم باشا يخلص على هالخونة. في ناس كتير ما بيصير هالشي. شو عليك؟ وهي قطعنا المي عن أحمد خان. هلا بنشوف قديش رح يقدر يتحمل بعدها. ما رح يقدر يتحمل غير كم يوم وبيسلمنا صدر الأعظم. هي هي. أنا مو قصدي إبراهيم باشا، بس أصهرته محمد باشا ومصطفى باشا، هدول رح يسكتوا المتمردين ورجعوهم، وهيك أنت بتكون حميت ملكك وحميت الصدر الأعظم وقضيت على التمرد. شو رأيك؟ ما قدر يعطيهم الصدر الأعظم، بس نحن قدر يستغني عنا. شو هالحكي؟ مستحيل هالشي. إذا طلبوا الصدر الأعظم ليش يسلمنا نحن؟ احكي يا باشا، شو بك ليش ساكت؟ أنت بتعرفه لعبدي باشا، هو اللي تعين محل قيمك باشا كقبطان البحار من فترة. لكن حسب ما سمعت هو واقف بصف المعلم خليل. روحوا بلغوا فرماني خليه ينضم إلنا لحتى نهجم على المتمردين، بعدها أنا موافق شو ما بيطلب مني. روحوا بلغوا. في شيء مهم، إنه الصدر الأعظم نزل سعر الذهب، وأنا لقيت ذهب أغلى من اللي عندكن. وين لقيته؟ شاه الفرس هو اللي بعت لي إياه.